الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نعل، وكتابة التهنئات العامة والخاصة، جوال 05-055-8-7-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-5-87-687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتية، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-8-7-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-5-87-687. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم، خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الفقرات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-8-7-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-966-55-8-787. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأفضل، خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. الآن وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الفرح، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد تكريم، ترقية نقل، وكتابة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-8-7-737.